لماذا ترك العرب سوريا أو يقفون دائما إما مشدوهين أو متفاجئين أو في موقف سلبي بعيد عن هذه الأزمة؟ من الذي ترك؟ نقول العرب بلا مصر، انتبهوا علي علشان ما نلخبطش. ماشي، نقصد بالعرب غير المصر، غير المصريين. أمريكا، من هي أمريكا؟ أمريكا تخلقت في رحم الإرهاب، وكل من يتخلق في رحم الإرهاب لا يمكن أن يلد إلا إرهابا. عملت نظام اقتصادي مبني على الإرهاب، مجموعة من الشركات الاقتصادية الصناعية هي التي تحكم منذ ما يقارب 200 سنة الدولة الأمريكية. الشركات الاقتصادية تحتاج إلى سوق لتصريف منتجاتها، ولذلك لن تسمح لك أن تبني دولة وطنية حديثة لأنك تنافسها في تصريف منتجاتها. هذا هو السر. لماذا حاربوا عبد الناصر وأيزنهاور؟ قال له ناصر جو هوم، يعني ايه؟ روح على بيتك، عد أدراجك. نعم، نو مور ناصر، انت جاي لي في اخر الايام عايز تنافسني، تعمل عدالة اجتماعية وتعمل مصانع، لن نسمح لك.